ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر عبد الرؤوف، فيديو جديد. فيديو النهارده هو اغنيه للاعلان لو طلبت. اوكي، اسم الاغنيه طلبات ونغنغه. اوكي، احمد كمال ومروان موسى. طبعا الاغنيه دي لسه نازله امبارح. خلينا نخش على طول على الفيديو، يلا ليتس جو. لو مشيت ما حدش يتضايق من الوش، الكلام ده ما يعيش لو الحياة بقت فريش. ايه بعدين اما تعوزني في وانا كنت مفكر السلسلة دي كبيرة. قبل هتشوفني عديش، ناس دي هتشوفني وتكش لو الحياة بقت فريش. ايه جينا في وقت نغنغة، كوتشي ربعته من دهب، ابني عمارة عالية يقولوا الواد ده راسه في السما. كده طيب فاضل ايه؟ هاتلي كل الغرف سيجو بلاي. طالب الدون على البيت يدرب ولادي على الدبل كيك. لو 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 ضربت لو 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 لو. استايل الاغنية دي بتفكرني باللي هي اللي هما الاسبان، اللي هو اللي هي بوم حاجه زي كده، كانت اسمها بوم بوم حاجه زي كده الاغنيه، والله ما فاكر، بس انا واخد منها اللي هي الصوت البيت، فاهم اللي وراه. لو 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 ضربت لو 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 طلبت لو 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 طلبت لو 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 طلبت. بكره انا الكائنات دي. في امريكا انا بشوف ناس بتربيهم اللي هو انا لما لعبت تبقى رايق وكل حاجه تحت امري ادوس. بالنسبه لهم، بالنسبه لي زي الضفادع، مش محبش انا الكائنات دي بصراحه، وزي السحالف. انا لما لعبت تبقى رايق وكل حاجه تحت امري ادوس في الانبساط لاخره، طلباتي جايه جايه دغري، اتنغنغ ولا حد يأدي، اطلب بدل الحاجه 100 قدام الدنيا اختار وانقي والدنيا تقول لي من عيني. جينا في وقت نغنغه اللعبه دي قفلتها سهله مزراتي. اوكي، قول لي من عيني. جينا في وقت نغنغه اللعبه دي قفلتها سهله ومش حكايه، المفاتيح في جيبي كلها، وقتي اطلب تحضر لي ما فيهاش بعدين دلوقتي، والوقت ده وقتي انا. انا لو 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 ضربت لو 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 طلبت لو 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 طلبت لو لو. هي السلسلة مكتوب فيها ايه؟ حرف الاي وبعد كده الكي تقريبا، صح؟ لو 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 اي كي تقريبا. لو راحت حدش هيلاحق تقول لي السعر اقوم ضاحك لو لا. احمد كمال اي كي والتاني مكتوب مروان بابلو اكيد، بس لان مختلفين افتكرتهم هما الاثنين لابسين نفس السلسله بنفس نفس الكتابه، ده اللي اقصده. لعبت والعيشه ارتاحت، الدنيا هتقلب سنين لو عشت وكله في البيس، هطلع من الساحل على نيس. هو ازاي ده؟ هو ده مش اعلان المفروض، صح؟ انا حاسس ان هو اغنيه عاديه يعني، ولا انا فاهم غلط؟ انا تقريبا فاهم غلط برضو. اشتري ساعة الحظ اعملها منبه واصحى الصبح عليه، تيجي زي ما تيجي ملعي شبقت ايزي بزرار، رانا تحت ايدي اللامبو بتجيلي عالبيت. تيجي تيجي لامبو ايه انت معاك برضو مزيراتي يعني اللي هو صباح الفل. زي ما تيجي ما الدنيا خاتم في ايدي، شوف لك ثانية في مواعيدي ساعتها شوف لو فضيت لو 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 ضربت لو 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 طلبت لو 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 طلبت لو 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 طلبت لو. انا افتكرت الواد ده، انا كنت لسه عمال اقول انا شفته قبل كده في يوتيوبر، هو 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 عربي بس مشهور في امريكا، هبقى اجيب لكم، انا مش عارف اسمه بصراحه يعني، بس انا اتفرجت له على كذا كذا فيديو قبل كده. اوكي، فهبقى اجيب لكم حتى صوره ليه يعني، احط لكم هنا، ممكن يبقى موجود هنا. اوكي، احط لكم شبهه، انا برضو عمال اشبه اللي هو شكله مش غريب، شكله مألوف اللي هو سبحان الله، في 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 شبه، في عارف انت اللي هو سبحان الله. لو 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 طلبت، انا بتكلم على احمد كامل. اوكي، طلبت لو 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 طلبت
طلبت لو 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 طلبت لو 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 طلبت دوس طلبات تتنغنم وفرق طلبات كل يوم في الانجاز. جايين دلوقتي اعلان. اوكي انا كنت حاسس ان هو فيديو يعني هو لو ده اعلان فاللي هو طويل فشخ. تخلي انت بتتفرج على حاجه وتجيلك اغنيه كامله فاهم ليه اعلان. ما اعتقدش ان هي بتبتدي يعني مش هتظهر كده في التلفزيون صح؟ بس كتير قوي هيدفعوا كام للقناه عشان يحطوا الدقايق الدقيقتين وشويه دول هيدفعوا كام؟ تخيل بقى كل مره. ما علينا انا عاجبني الاعلان وفي نفس الوقت اللي هو عندي علامات استفهام اللي هو هتحطوها ازاي في التلفزيون فاهم ليه؟ انت الاعلان المفروض يبقى قليل ده اللي اعرفه. اوكي انا عارف ان في مصر الاعلانات بقت طويله بقت اوفر عارف. فالاغنيه دي انا عارف انها تبقى لذيذه ان انت تتفرج على الاعلان. بس لو انت بتتفرج على حاجه ومندمج معاها وتجيلك اغنيه زي دي هتندمج في الاغنيه وبعد ما تخلص فاهم. ما علينا انا احمد كامل هو تقريبا هو مش مغني راب. اوكي ده اللي قدرت افهمه برضو ان هو مش مغني راب. اوكي مغني عادي. اوكي مروان موسى انا بحب مروان موسى. اوكي بيدي للاغنيه طعم. اوكي مش عارف هو ظهوره وهو اللي بيعجبني ولا ايه بالظبط مش عارف. اوكي بس هي الاغنيه كاغنيه كاعلان هي حلوه. اوكي كاغنيه لاعلان حلوه جدا وعجبني برضو البيت اللي هو اللي حاسس ان هو كانه اللي هو اسباني واخد جو اسباني شويه فاهم. انا عاجبني يا ريت يبقى فيها اغاني تاني يبقى فيها الجو الاسباني ده اللي هو في مصر فاهم. يبقى في اغاني تبقى واخده من كذا طعم من كذا كذا حته فاهم من كذا دوله فاهم تبقى جامده فشخ يعني شويه اسباني شويه مكسيكي شويه مش عارف ايه. الجو ده جميل فشخ. اوكي بيعجبني الميكس ده بس ما يبقاش حاجه واحده يعني. ما بحبش انا اللي هو اللون واحد اللي هو مثلا شرقي قوي فاهم او غربي قوي فاهم. غربي لحد ما بيعجبني شويه بالنسبه للعربي لان انت بتغني عربي مع مثلا بيت غربي فاهم بيبقى ليه طعم حلو. بس اللي هو الناس بقت تعمله كتير فالجو الميكس اللي هم ابتدوا يعملوه ده انا عاجبني جدا. اوكي ما علينا ده كان رياكت. يا رب يكون رياكت عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ويلا تشوس.